دودو هانم، من يعجبك من السادة المطربين أو المطربات؟ سلامة حجازي، سيد مكاوي، عبد المطلب. يا ترى بتحب تغني لمين يا دودو؟ عبقري، تغني للست طول عمره. عبقري الست ام الجدع ده ما يخشش المحطة تاني. فعلا ظلموه، انا وانت عبد حليم اتظلمنا. يعني خلاص يا استاذ مش هنشوف وشك هنا تاني ابدا. خلاص يا عبده، عن القناة دي انا اللي بنيها طوبة طوبة. ما انا عارف يا استاذ، بس هتعمل ايه؟ ناس ما بتقدرش، ناس ما بترحمش. جت في وقت صعب وظروف منيلة، الدنيا ملخبطة والمحفظة مشلفطة ما انا قلتلك ناس ما بترحمش. انا لولا الظروف المهببة اللي انت فيها دي كنت فكرتك بحساب البوفيه القديم اللي عليه، انما مش وقته بقى. اظن هو 39 جنيه و 95 قرش يا استاذ. خد يا سيدي، يا سلام حظك، هادي 40 جنيه وهات الباقي. باقي؟ باقي ايه يا استاذ؟ ده شيلن، اعتبره بقشيش يا اخي. منك لله، ناس ما بترحمش. طيب يا سمحب، عادي دقني هردها لك برضو. الو، هاي يا دنيا. انا بحبش اسمع منك اي كلام عن الاستسلام واليأس. بقولك ايه، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انت تلبس هدومك وتنزل تستناني في المكان اللي بنتقابل فيه. اوكي يلا باي. وبعدين بقى يا ربي. مالك يا دنيا حبيبتي، مالك متعصبة كده ليه؟ هايم يا ماما، كل مادة المسألة بتتعقد بيني وبينه أكتر. يقطع هايم وسنين هايم. يا حبيبتي أنا قلتلك قبل كده إن ده مفيش منه فايدة، وبحاجات لازم تفهمي إن أنا جربته قبلك من 30 سنة. شافني طلبني للجواز، قال لي بقولك إيه يا انتصار، تستنيني سنة ولا اتنين أكون فيهم نفس وأتجوزك؟ قلت له ماشي. ركني 10 سنين، ده حتى ما لبسنيش دبلة، ولفت الأيام واتجوزت باباكي وخلفتك. يقوم حظك المدوحس يخليك تقابليه وتحبيه. يا ماما يا حبيبتي، انت مش شايفة في هايم اللي أنا شايفاه. هايم، هايم ده راجل عظيم جدا، وإن شاء الله إن شاء الله هيبقى له مستقبل هايل، وهو وعدني أول ما يكون نفسه هيتجوزني على طول. هيقعدك جنبه 100 سنة ولا هيكون نفسه ولا حاجة. اعملي زي خلعي زي ما انا خلعته. وانت يعني يا ماما استفدتي ايه؟ ما انت اتجوزتي بابا وهو مات بعديها بسنتين. عمره بقى، وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ الله يرحمه. بس اتجوزت بعده 4 رجالة، انما عايزه الحقيقه انا ما حبيتش حد غير ابوكي. ماما ما تفكرنيش بال5 جوازات دول، بتعصب وبتجنن. الله، وفيها ايه يعني؟ هو ايه يعني، غلط ولا غلط؟ اتجوزت 5 وال5 ماتوا. ايوه، دل راجل ولا دل حيطه. ماليش حظ في الجواز، عشان كده بطلت جواز. 5 وبطلتي؟ الله يرحمكم انتوا الخمسه. ادوني يا حبيبتي فهميني، انا ما انفعكيش، انا فاشل، لوزر. عارفه يعني ايه لوزر؟ يعني انا خلاص بقيت عاطل، ايد ورا وايد قدام. بصراحه حبيبتي انت لازم تشوفي مستقبلك بقى. انا مستقبلي معاك يا هايم. هيبقى مستقبل مظلم ومنيل. يا سيدي انا مستعده اتحمل معاك كل الصعوبات. تبقيش عبيطه زي امك انتصار، قعدت مستنياني 10 ولا 20 سنة لما بقى اسمها انتظار. بقولك ايه يا هايم، انا عايز انسى الموضوع ده خالص، مش عايز افتكر ان انت كان ممكن تتجوز امي في يوم من الايام. لا، لازم تسمع الحكاية عشان تتخذيها عظة ليكي. طب يا سيدي اسمعني العظة بتاعتك دي. انا قابلت امك كان عندها حوالي 19 20 21، يعني في الحدود دي. عجبتني، عرضت عليها الجواز وافقت.
اديني فرصة أكون نفسي. أتكون أكون أكون، لقيت نفسي ما بتكونش. أمك الولية زهقت هتموت عايزة تتجوز، كل يومين تديني ألو كونت أو لا لسه، وأنا والله ما بلعب قاعد أكون لحد ما قابلت أبوكي. أدري أبوكي لقيم كان كون نفسه، راحت متجوزة وديتنا أنا زومبا لحد ما قابلتك في محطة كيوبيت وعرفتك وحبيتك على النعمة تحلى من أمك مليون مرة. مرسي يا هيوبتي. طيب ما احنا تقابلنا وحبينا بعض، وبعدين أنا لقيت فيك كل الصفات اللي كنت بدور عليها، شهم وجدع ومضوحر. لا أنا في حتة الضحرة دي بضحر جامد قوي. خلاص انت تضحر بقى وتكون نفسك عشان نتجوز. أنا بعد ما اضطرت النهاردة لا ليا نفس ضحر ولا موحر ولا، أنا عايز أروح أنام. أخص عليك يا هايم. طب والحب اللي بينا؟ الحب اللي بينا لازم تنسيه. خلاص انسيني وبين الأطلال اذكريني. لا يا هايم أنا ما بحبش روح الانهزامية دي، لازم يكون عندك إرادة وعزيمة وتحدي، لازم تعرف من أين تؤكل الكتف. أيوة كده، سخنيني وشحنيني. لازم يكون عندك إرادة، لازم تضوحر، لازم تعرف لو كان عدوك أقوى منك لازم تعرف نقط ضعفه وتخش له منها وتنتصر عليه، صدقني. بس محب ده نقطة ضعفه وأخش له منها. نقطة ضعفه صوته، سمعت صوته عامل زي شكمان الفيسبا. سيبك دلوقتي من صوته، أنا هقولك على نقط ضعف محب ده. إيه هي؟ الستات، بيحب الستات يعني على طول ماسك الموبايل وهيمان وعمال يقول شعر وغزل. ده يفهم في الشعر والغزل؟ مش بس كده، ده مرة كان عامل زي الطور الهايج، مرة واحدة سمع بيت شعر تحول من طور هايج إلى حمل وديع أليف ونسي كل الثورة اللي هو كان فيها. غريبة، أنا معاشره بقى لي مدة معرفش الحكاية دي عنه، معرفش إنه غاوي حكاية الشعر دي. طب أنت عارف هو ليه بيرتاح قوي للمذيع شركس؟ ليه؟ علشان مرة دخل عليه بيت شعر عاطفي ومن ساعتها بقى عامل زي الشرف في رجليه. انت عرفت منين انه بيحب الشعر والبنات والحب والغزل؟ اصله مرة كان بيعاكسني وعايزاني ادخل له بيت شعر. ده انا هدخل عليه البيت واطربقه على دماغه. بقول ايه يا عم خويسكي؟ انا عايزك تفقعني كام بيت شعر كده من اللي انت فالقني بيهم، بس انا عايز حاجه يا شبابي. شبابي؟ عندي. اسمع يا سيدي، طلعت ادبه نزلت ادبه، لقيتني بصور فيديو كليبه. تدبه؟ ده ايه الشعر الكلابي ده؟ يا راجل انا عايز حاجه لذيذه كده يحبوها البنات والشباب بتوع اليمين دول. بيت سموره دي اللي اسمها هيفا عجرم، تانية نانسي وهبه، والسنيوره الحلوه اللي اسمها لبيسه. حاجه كده متروشنه. طب اسمع يا سيدي، انا واد روش وما احبش اللبش، واموت في المغنى طح والامور النغش. انا واد روش، السمنه على الوش ساحت، وجبنه في البلاص والطشه ريحتها فاحت، انا جوعت يا ناس خلاص. لا ده هقول وانا رايح السوبر ماركت. انا عايز حاجه غرام عيش هيام. هيام، فهمتك. طب اسمع يا سيدي، سمره يا سمره يا سماره، حبك خلاني على البحاره، ابوس ايدك الا المحاره. ايوه ورنيش تلمع فندي. ايوه معايا البني، معايا الاسود، شوزز اروي جزمتك يا عطشان، تلمع الشوز، تلمع فرده والفرده التانيه تلميع هديه. مش ممكن، هاي شوزز، هلو، اوه مش ممكن مستر هايم، مش مستحيل، انا جاي لك حالا. ايه الحلاوه دي؟ منور يا مستر هايم، منور. اهلا يا بلك السبعه. منور. نفسي بقى تفتكر اسمي يا أستاذ، اسمي بركة السبع. بركة السبع. صح يا بركة السبع.
يا استاذ هايم، بركه السبع، انا بركه وامي السبع، قصدي ابويا السبع. رغم انك قلت لي الحكايه دي مليون مره بس مش راكبه معايا. ازاي يعني مش راكبه معاك؟ ازاي يعني طول عمري اتخيلك مستنقع، قصدي بركه، وجنبيها سبع تايه، يبقى بركه السبع. يا استاذ بركه السبع، يا رب يا رب الهي وانت جاي الاستاذ هايم يحفظ اسمي بركه السبع. ماشي يا بركه. تحب بقى اقرا لك الفنجان الاول ولا لما لك جزمتك الاول؟ والله عارف انا يعني رغم اني احب اتكلم معاك احكي لك مشاكلي وناخد وند مع بعض اصحاب وحبايب، بس حكايه الفنجان دي انا مش مستريح لها. لا ده انا هعمل لك فنجان بن رهيب عجيب عمرك ما شربته ابدا. الله الله الله، ايه اللي بتعمله يا بني ادم؟ شيل 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 الحاجات دي، احنا في كافيتيريا محترمه. لا يا راجل، دول بيعملوا بن مضروب، ما بعرفش اقراه منعكش كده، بن بايظ. خلاص خلاص سيبك من حكايه البن دي دلوقتي، انا لازم اقوم عشان رايح للاستاذ محب افقعه بيت شعر. طيب المع لك جزمتك على الاقل؟ لا المره الجايه اشوف وشك بخير بقى. يا خساره. ايه يا جنيدي؟ العربية عطلت ولا ايه؟ الظاهر يا فندم كده العربية سخنت وانا ما حطيتلهاش مية. ما حطيتلهاش مية، مقصر في العربية زي ما انت مقصر في مزاجي. ازاي بس يا فندم؟ ده انت مزاجك مهم عندي قوي. يا سلام، بقالك فترة ما عدتش بتجيبلي اشعار زي زمان، وانا متوتر والضغوط عليا كتير. ايه؟ ما عدتش لاقي خلاص اشعار اقولها لصديقاتي البنات. معلش يا فندم، اصل المكتبة اللي كنت بجيب لك منها اشعار قفلت خلاص. قفلت؟ شوف مكتبة تانية يا اخي. نهايته افتح لنا محطة ام كلثوم. على حيرت قلبي معاك؟ حيرت قلبي معاك. خير يا نسا دنيا، كنت عايزة تقولي لي ايه؟ خير يا فندم، انا اصلي عارفه ان حضرتك قلبك كبير وحنين وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، ومنقدم شيء بيديه التقاه، وهنيالك يا فعل الخير والثواب وكده يعني. تقصدي ايه يا انسه؟ هايم يا فندم هايم. مش عايز حد يجيب لي سيرته، مش عايز اسمع اسمه خالص الا في حاله واحده بس، ان يكون مات. ليه بس كده يا فندم؟ ليه؟ بقولك مش عايز اسمع اسمه خالص. قلبي بيسلم على قلبك وطالب يتكلم قبلك. يا ابو عيون حور، يا ابو عيون حور، لو بعدت بينا بحور، حلف حلف عليك وادور ووزع شموع وبخور. حبيبي يا راجل يا طرطور. الله الله الله. اكمل يا معلم؟ كمل يا صديقي. من اول ايه؟ من الطرطور. ودي كانت طريقه عمل المسقعه بالفراخ. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا كتبتوا الطريقه كويس، وان شاء الله هتاكلوا صباحكم وراها. فاصل اعلاني بسيط ثم نعود ونكمل برنامجكم المحبوب المطبخ حبيبي. انا بقى مش شغاله غير لما باخد فلوسي. يا استاذ خليفه، يا استاذ خليفه، انت مش برضه مدير الانتاج هنا ولا ايه؟ مدام نوره افهميني بس يا مدام. انا بقى يا اخويا مش شغاله النهارده غير لما باخد فلوسي. الفاصل الاعلاني بتاعكم ده مدته دقيقه واحده. لا اخد فلوسي لا اخد بعضي وامشي. يا جماعه يا جماعه خلصوني بقى، انزل لي يا ابني باغنيه يا حبيبي بص عليا ازيك سلامات. ما تخلصيني بقى يا ماما. ابدا. وايه اللي ابدا يا مدام نوره؟ حضرتك مذيعة برنامج المطبخ حبيبي، واحنا على الهوا، يبقى ازاي ما تكمليش شغلك؟ انا مالي يا اخويا اذا كنت على الهوا ولا اذا كنت على البحر؟ انا بقالي 3 اشهر شغاله من غير ما خدت منكم جنيه واحد. يا اخوانا خلصونا بقى، انزل لي يا ابني باغنيه عبد الحليم حبيبها لست وحدك حبيبها.
انسى يا هايم، مصارين البطن بتتخانق والاخوات بيتخانقوا، انما اللي في القلب في القلب. قولي قصيدة تانية. لحد بعدك، لحد بعدك ولا قبلك، حتى اللي جيه بعدك معرفش مين قبلك، واللي جيه قبلك معرفش مين بعدك، عشان لا في بعدك ولا في قبلك. يا احمر يا لذيذ يا اللي مالكش شريك، اموت اشوفك الصبح وانت بتكاكي زي الديك. الله الله، ايه ده؟ ده انت فلتت زمانك. انا لازم ارقيك في المحطه هنا، بس الظروف تتحسن شويه. انا مش عارف ايه الازمه الماليه اللي احنا فيها دي، كل شويه مدير البنك يكلمني يقول لي اعمل حاجه في رمضان تفرقع. اعمل ايه في رمضان يسدد ديون البنك ويكسب القناه؟ رمضان رمضان جانا وفي ريحنا ابو بعد غيابه أهلان رمضان. لا يا هايم، رمضان لسه ما جاش. أهلا جواد بيه. ده مدير البنك. يا أستاذ محب، البنك راح يفصلني، الفوائد زادت، الأقساط المتأخرة عليك كثيرة جدا، لا تخليني أتخذ إجراءات ضدك أرجوك. مدير البنك متوتر جدا. الدهون انا بقى اقول له بيتين شعر يهدوا اعصابه في الطراوه. حبيب قلبي يا مدير، يا راجل يا اللي عمرك ما طاطي، كل الناس بتحبك عشان انت راجل واطي. ما ينفعش الكلام ده، الراجل اساسا مش بتاع الكلام ده خالص. ايوه يا فندم. لا اطمن سعادتك، بإذن الله هنعمل برنامج في رمضان قنبلة. بإذن الله يا فندم هنغطي الدين كامل ونكسب كمان. أنا مش عارف أعمل إيه في رمضان. يا سعادة البيه، إديني فرصة بس إن أنا أبقى مذيع، هتشوف الناس هتبقى كده. مذيع إيه بس يا هايم؟ أنت بتهزر؟ انسى الموضوع ده خالص، كل اللي أنا محتاجه منك أفكارك الجهنمية. الحقنا يا فندم، مصيبة كارثة. مصيبة ايه تاني؟ انا قلبي مش هطلع على الهوا، يعني مش هطلع على الهوا. ليه؟ بقالي 3 أشهر ما ردتش جنيه واحد. خلاص يا نورة، مصيرك تقبضي. لا دلوقتي يا اما مش هزيع البرنامج. اه لو تمشي فعلا تبقى جاتلك الفرصة لحد عندك يا هايم، وبرضو يا ريت تمشي عشان النفس. ها قلت يا استاذ محب. اهدي بس يا مدام نورة، اقعدي هات لها ليمون. حاضر يا فندم. ليمون ايه يا سعادة البيه؟ ما ينفعش ليمون دلوقتي، بتقولك احنا على الهوا. انت ليكي كام يا غزال البحر الميت؟ 7000 جنيه يا استاذ هايم، 7000 جنيه. لا لا لا، المبلغ ده مش موجود النهارده، مفيش فلوس، انت ممكن تروحي. يلا تروح ايه يا بني ادم انت؟ ده احنا على الهوا. اطمني يا مدام نور، انا هقول لك حل يريحك. اتفضل. انا هكتب لك شيك بالمبلغ كله اجل عشان تطمني وتستريح. مفيش اي مانع، المهم اضمن فلوس. الفرصه هتروح منك يا هايم، لكن ابدا هضوحر. شوف يا مدام نوره، مفيش فلوس هتاخديها، الشيك اللي هتاخديه ده مزور، مفيش رصيد. الاسبوع الجاي هتدوري عليه هتلاقيه في غانا عشان خطوبه مامته. بقولك ايه يا استاذ محب، مفيش شيكات يا اخويا، انا عايز فلوس دلوقتي. اروح لغانا دي اجيب الفلوس من هناك ازاي؟ غانا ايه يا مدام؟ انا اخويا مش هشتغل، انا مش هشتغل. يلا مع السلامه. خلاص شوفولي مذيع الاطفال. مذيع الاطفال مشي هو كمان يا فندم. دي مؤامره، مؤامره على القناه. يا اخوانا خلصوني، بقينا على الهوا. ستاتي انساتي ستاتي، يا اهلا بيكم في برنامج طبق اليوم او طبيخ اليوم او غدا اليوم. ده اللي بتقدمه صديقتي وحبيبتي الآنسة المذيعة نورة. طبعا مستغربين ان انا بقول آنسة، هي فعلا لحد دلوقتي آنسة، لان مفيش راجل يجرؤ انه يتزوج هذا الحجم في الايام الصعبة اللي احنا فيها دي. يا دي النيلة، ده عايز يشلني، ارحمني بقى ارحمني. الآنسة نورة كانت هتقدم لكم النهاردة أرنبيط بالبشاميل. ما انصحكوش تاكلوا أرنبيط،
بينفخ القولون وبيعمل غازات واحنا مش ناقصين انفجارات. سيبكم القرنبيط، ايه تاني كانت هتعمل ايه؟ فراخ محشيه ضلمه. زي ما انتوا شايفين يا حضرات انا ماسك الفرخه بالجوانتي بتاع نوره، مش داخل في ايدي لان ايدها هي عباره عن فخده، واخدين بالكم؟ يا دوبك الحمد لله. انا ما انصحكوش بقى الفراخ اليومين دول تغسلوها كويس قوي، تغسلوها بايه؟ بالجاز والديتول والانتروجليسرينالول عشان خاطر انفلونزا الطيور، لان الفرخه لو عطست في وشك باي باي يا جمعه. معانا اتصال. الو، مين معانا؟ الو، انا المذيعه نوره يا محتان يا نصاب. انا ما دخلتش في مقدوره ولا حاجه، انا دخلت قناه نصابين يا حراميه يا نور. اصلها علينا.